كنت مهووس بالشيء التاريخي بسبب جدي اللي هو ابن عم أبوي بيكون اسمه عبد العزيز علي. هذا الرجل كان في وقته يعتبر جامعي أو كان متعلم وبقرأ وبكتب، وكان بتقن 3 لغات التركي والعربي والإنجليزي. كان يشتغل مأمور للحجر الصحي في محجر الصحي تبع اللد قبل النكبة مشان مراقبة الحيوانات الداخلة والخارجة على الضفة الغربية. كانت هذه دائرة مهمة جدا بحيث الحفاظ على حياة المزارعين وأغنامهم وحيواناتهم. وكان عايش هناك في اللد يعني لفترة، يعني فيك تقولي من 35 لحد النكبة هو عايش في اللد. هاي الوثائق هي بتعود لسيدي عبد العزيز هذا اللي حكيت عنه قبل شوية. وصلتني بالصدفة المحضة، زوجاته الثنتين كانن عايشات في البيت هنا. لما وصلنا لسن كبير بقدرناش يعتمدن على حالهن يضلن موجودات هنا، فقرروا أولادهن ياخذوهم عندهم على عمان. فقبل ما يطلعوا من هان هذا الصندوق أعطوني إياه. هذا الحكي من 86 وأنا مهووس في هذا التاريخ وبنبش فيه وبقرأ فيه. أنا عرفت جدي هذا عبد العزيز من هاي الأوراق. أولاده معظمهم في منهم تعلموا في مدارس اللد وحيفا مثلا. هاي مجلة الرسالة كانت تصدر في مصر، كانت توصلوا على التوالي. أنا في عندي من هذه الرسالة أكثر من عدد، يعني أكثر دلالة على إنه كان مشترك فيها. هذا التوقيع هذا توقيع عبد الحميد شومان المؤسس للبنك العربي. هاي رسالة مخاطبة مالية، حساب بيحكوا له إنه حوالتك تعال على البنك، وصلت حوالتك من المحل اللي أنت محولها عليه، تعال خذها. كل إشي من هاي الوثائق بدللنا على نقدر نشوف كيف المجتمع كان عايش في هذا الوقت، كيف الناس علاقاتها الاجتماعية كانت، كيف كانوا يتعاونوا مع بعض، كيف كانوا يتكافلوا. هذه الأوراق والوثائق والكتب بتعني لي إشي كثير مش شوية، وبتعني لي إنه لازم كل واحد توقع تحت إيديه أوراق من هذا النوع يأرشفها وينشرها للعالم، يحطها مشان نثبت في يوم من الأيام راح تبقى في محاكمة عادلة للتاريخ، ونقول إنه إحنا كنا شعب مثقف وواعي وعارف شو اللي بيشتغل فيه قبل ما تجينا النكبات وقبل ما تجينا إسرائيل واحتلالات. فأنا قمت بإرسال هاي النسخة الإلكترونية لهذا الأرشيف لكل أولاده وأحفاده في خارج البلد مشان يعرفوا قديش جدهم كان يعني رجل بمعنى الكلمة.